واخيرا اليوم اللي انتظرناه من فتره جدا طويله لدرجه انه شاوز زاد طوله، فونتين وصلت مع اضافات جدا مجنونه، غوص تحت الماء وعنصر النور والظلام اللي انتظرناه من زمان، واضافات جديده راح تغير من صعوبه اللعبه ومن طريقه لعبنا. فكل هذا راح نعرفه في فيديو اليوم، فيديو رحله الكامله في فونتين واستكشاف الافضل منطقه نزلت الى الان في اللعبه. فلايكك واشتراكك يا رب، وصل على النبي عليه الصلاه والسلام، وليتس جو، خلونا نبدا. قبل ما نسوي اي شيء خلونا نجرب خوينا ابو سروال. اوف اوف، لين يوصل 40,000 بالتريننج. اوه ينط على البسه. واو واو، دقيقه انا شفت 35,000. لاحظون يضرب ضربتين يابي يا اخوان، تشوفون يضرب بعدين تطلع سهم من فوق 35,000. اوكي خلونا نفجر البسه. واو اوكي، اذا فجرت البسه كل واحد راح يطلع بسد وانفجار دمج معين، واللي يعرف انه الدمج يعتمد على الساكات القبعة اللي موجودة وراه. فنسوي زي كذا، خلوه ترجع الاي بس. اوه نايس، يعني البسة ما تنفجر بمكان واحد، لا تلحق الاعداء مثل بذور البلوم. يلا اعطيني كف. اوكي المفروض هسه يعطيني الساك زيادة. يب مثل ما تشوفون صار عندي الساكين. والله عنده دمج. دقيقة شوف الالتمت. اوكي للأسف الالتمت نفس فيشل، الدمج عاده مرة واحدة 43,000 45,000. شفتوا الدمج؟ 60 كريت دمج، 48 يزيد للدمج. والله سلاحه مرة اوبي، سلاحه اذا تحطه على جاني راح تصير بروكن. شوف كمية البفات فوق 60 كريت دمج والبيس اتاك. طريقة لعبه صراحة مرة حلوة، بس قهر انهم خربوها بشكله. يعني شوف كل شوي تضرب تطلع بسة، اول ما تنفجر تطير على اعداء او انك تسوي زي كذا بوم 43,000. اذا جرب الضرر تبع البسة هسه. اوكي 39,000 الاي لوحدها، والله دمج رهيب يا اخوان. او طبعا هذا البفات تبعته اغلبها مي شغالة، ما كان كله عنصر نار. انتم متخيلين انه هذا الرقم ممكن يتضاعف اذا كان التيم تبعي مثلا كازو او بينت وتوما او ديها. خلونا نجرب لينت. اوه 400% دمج نقص اتش بي بعد. اوكي والله ممكن تكون شخصيه كويسه. الالتيميت تسوي دمج والبوكس يسوي دمج، اتوقع كان مكتوب هنا دوت. يب تاخذ عنصر الماء والنار والثلج والكهرباء، تحصل 20% اتاك. واو والله يا اخوان مره رهيبه. الباسف تبعها يقول لك اذا كان في اربع عناصر مختلفه راح تعطي التيم 20% اتاك. اوكي هذا راح يزيد لك ضرر الالتيميت 15%، ما اتوقع انها تهم الضرر الالت، بس والله لو تحط معاها ارتفاكت الفيردسنت تيم الشوغن بتجيب رقم مره عالي. شوف اصلا هم حاطين لها تيم ناشونال نفس الشوغن، فيها عيب مره قوي، المهاره تضرب عدو واحد. شوف هي صح انها تسوي انفجار بس تستهدف عدو واحد بس، مو مثل يلان يعني بس العدو اللي يصير عليه علامته البسه راح يدمج. نرمي الالت. اوكي هسه اتاك التيم زاد صح 1500، لما يروح الالتمت راح نشوف كم صار. اوكي الالتمت نفس سيكروس بس والله مره يطول. والله مره يطول الالت. خلونا نشوف الاتاك تبع شانلين كم. 1300 وال، اعطتني 250 اتاك بس شغلت الالت. يعني هذا ما شفنا الكونسليشن، راح اقراها على السريع، عارف انكم متحمسين فونتين. اوكي اتوقع هاي يقول لك راح تخلي ضرر الضربه اللي تسويها بعد ما تشغل المهاره الاولى اكثر. اوكي اتوقع يقصد اول ضربه من الالتيميت راح تكون دمجها اعلى، هاي تزيد الليفل. انكريسز. والله دام يا اخوان هذا كونسليشن يلان، يعطيك مهاره اولى اضافيه، يصيرون اثنين نفس يلان، هذا الشيء مره حلو. هذا يزيد ليفل الالتيميت، فهذا الكونسليشن صراحه مو هذاك الزود، يعني راح يزيد لك ضرر الانيمو نسبه 20% 6 ثواني بس. هذا الكونسليشن والله مره رهيب، 20% اتاك كذا ببلاش بمجرد ما تكون موجوده. احا هذا كله راح ينزل باول باتش. هذا المنطقة حرفيا بكبر الصحراء اللي هنا، انط كذا على طول. وداعا سمر راح نفتقدك خلاص هسه. مستر سلحف هذا ما يموت، هذا هو نفسه بالمنطقة هذيك.
واو الشيتوز كلاب احا يا ولد من كثر ما الكلاب مطنوخين اقدر اتكلم معاهم. جود دوغي جود دوغي. انا بعد ما دخلت فونتين تبا للفقراء. يا ولد اذا هذا الميناء زي كذا كيف لو دخلنا المدينه؟ كلهم مطانيخ ولد، حتى الكلاب في نعمه. اوكي هذا شكله كلب فقير، مو لابس قرافيت. ليتس جو خلونا نشوف. واو دايم شوف وقفه شاو كيف، شوف الفخامه. دقيقه راح امر عليهم بالترتيب. اوه دايم والله تمنيت انه يمسك القناع. يب هذا اللي ابغاه. والله احسن واحد ادتو. اوه يا اخي اللي يلبسون اقنعه مره فخمين. الشوغن ليتس جو. وال شوف الجسر. اوه هذا مستر سلطة على اللي هين صح؟ وخلى الترافلر معي بعدين اقدر اغوص بكل الشخصيات. وات؟ نايس رشاش هاي والله راح انشق. الوحوش راح يسطروني تسطير. راح يطلع شيء تاخذه، واذا اخذته راح يرجع لك 7% اتش بي، راح يهيل نفسه وراح يزيد دمج المهاره 45% على حسب الاتش بي. 5000 بس راح احصل دمج زياده. يلا يا اخوان مستعدين اللحظه المنتظره. ليتس جو. ليفت كنترول. واو نايس. في وحوش؟ لا تقول لي ما في قتال ارجوك. اما عاد هاي هي بس. طب الاي والكيو ايش تسوي؟ السبيس. واو القتال بس انك كذا تظل ضاغط او تضغط زي كذا ونفس الدمج يعني ما فرقت. واو عليكم ويا فيرس. واو يا رب انه يغيرونه يكون في قتال تحت الماء حتى لو كان بمنطقه معينه. انا اهم شيء انه ما نظل نضغط بس كذا، تتمشى وتضغط زر واحد بس. راح اقرب عليه. اوكي غيرت المهاره الحين. يقول لي اضغط اي. اوه سويت شيلد. شوف 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 اقرب سوي شيلد ويسوي انفجار. واو هذا هو القتال، كانك تلعب بالعصفور هذاك بالمنطقه الجديده، بس كذا انك تتحرك وتضغط بس. اتوقع متجر 12 صار متجر غني عن التعريف، ولكن احلى شيء بانهم الان جددوا العلاوات. فاذا كنت تريد تشحن بالمتجر استخدم كود رد علشان تدعمني شخصيا وعلشان تحصل خصم اضافي. ورع اوف 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 خرب بيته دمجه عالي. اصبر يا اخوان هذول ليفلهم 7 ليفلهم 89 دهنا معضلين. ها هذا مستر سلطع الاكبر. واه عنده عنصر نار ودرع. تعال احا احا احا. واو هذا كيف راح تلعب بيه بلا بس؟ اتوقع يصير عنده مناعه. هل الضربات تلحق الاعداء؟ نوب. تعال مستر سلطع تعال. اسا اسا ما عليكم السيطرة تحت الامور. اوكي الالتيميت. واو بس هذا مو كان الاعصار. مشكلة شاو قصير ما اتوقع اني اوصل. ما اوصل، تخيل اوصل بالترافلر. والله كانت قريبة. اصبر تشوفونا يا اخوان. اوه هيه بلكم يا هويو فيرس. عشان جالس ما اخذتها. راح اسبب لي كوابيس، بدي ارجع لها بعدين. اوه دايم والله ارلتشينو هناك. انا احس انه ارلتشينو هناك يا عمي. شوف المكان كيف بس. اللي شاف مانجا جينشن كان في مكان دوتر يسوي فيها تجارب على الاطفال مثل كولي، وكانوا بمثل قلعة تحت الأرض كذا يعني، واقف فوق يناظر لهم. أرلتشينو ترعى دار أيتام فونتينو، واللي هم منها ليني ولينيت وفيرمت يعتبرون أيتام. لا والله ما أرجع بالقارب، والله ما أرجع، راح أفتح التليبورتر. تخيل أرجع على مهمة القصة بعدين أجي هنا أستنى مرة ثانية. ترى هذا الصوت. ويلكم تو فونتين، أعطوني إنجاز على صبر. في دور أول وثاني وثالث. المدينة فيها 3 أدوار أو 4 أدوار. لا تقول لي هذا الكلب حارس. كلاب هنا عندهم شغل بعد. نفتح التليبورتر. يا ساتر شوف كمية التليبورتات، مهي مرة كبيرة نفس مونتسد بس فيها أدوار مرة كثير. واو أما عاد راح أقدر أغوص تحت بهاي السرعة.
والله نايس، شوفوا في الغاز تحت. والله صمل الاخ ملاحقني، تعال. حتى هم ليفلهم 89، طب ليش ما زادوا ليفل الشخصيات؟ ما دام اوه نايس، هذا نفس اللي شفته بالبث. يعني المنطقة حجمها مرة كبير. عرفت عرفت، راح اخذ السلطعون بعدين اسوي ايه. اوكي الاداة هاي للالغاز، قدرت اني افجر المكان. فونتين منطقة جديدة كاملة، يعني اتوقع انها احح راح تعطينا موارد مر بريمو جيمز مرة كثيرة. خلاص يلعن ذا الراس، شقني هذا احا، كيف اهيل تحت الماء؟ ما صدق اني راح اقولها، بس راح اسحب على الصندوق. في سمبوسة هنا وكاميرات. الله يا اخوان، والله طلعت نظريتي صح. تذكرون لما قلت بالمقطع الماضي تبع فونتين انه فونتين كانت عالم عادي يعني عايشين فيها الناس، وصار شيء معين خلى كل الاماكن تغرق؟ يثبت نظريتي. يعني شوفوا هذا المكان مثلا، في كاميرات وكتب هنا، وحتى انه في وحش هنا سمبوسه بالنص. فالمكان هذا يعني من الاخر كان مكان عادي ما في بحر، بعدين صار شيء وغرقوا، يعني هذا اصلا اعماق المحيط، فشكل صار شيء بالمنطقه وخلاها تغرق، يعني نفس ما صار مع جزيره كوكومي. هذا هو تقصدون النور والظلام؟ اخذ العنصر بعدين اضربه بمكان ثاني، يعني هاي نور ضربته صار عادي. تسوي تطهير للوحوش، يعني اذا كان الوحش عليه النور تضربه بالظلام، واذا كان عليه ظلام تضربه بالنور عشان تسوي متوازن. نفس هذا اللون اخضر راح اضربه بالظلام عشان يتوازن يصير اخضر نفس الاداء. اوكي اوه والله حلو، 3000 هاي هي ليفل واحد. اوكي اوكي، يعني هو راح يكون قوي، راح يحتاج درع على اساس هذا راح يخوفنا. راح اشقك انت وياه، تعال خذ. واو 11000 طلع الدمج، نايس المسي. او شت كنت راح اموت، تو ايزي مان. تعال تعال، ايه قاعد يهيل هذا يا اخوان، هذا هيل فل. احا ايش، اوه لازم اكسر هاي. صندوق 5 نجوم وتيليبورتر، هذا بالضبط اللي كنت اقول عنه من زمان. فونتين راح يكون فيها المكان فوق اللي هو السطح، وراح يكون فيه اللي تحت الارض واللي تحت الارض واللي تحت اللي تحت الارض اللي هو هذا النفق اللي كنت امشي فيه قبل شوي، وراح يكون فيه منطقة كاملة كذا بحرية تحت الارض، يعني فيها ادوار، يعني المحتوى كله يكون تحت الارض. هاي الاركونة، تقول انه بس اللي طبقتهم رقيقة اغنياء يقربون مني. فيشل، والله انا اكره اصلا شخصية فيشل وجتها يا الله. هاي هاي اخوان، هاي متباجحة والله. نرجع تقول هل عندك الرقة والغناء الكافي بانك تقرب وتكلم مني؟ واو راح نتقاتل بعدين. تقول راح يكون بيننا دول بعدين اذا كنتوا تريدون هذا الشيء. واو اهدى، احس ان جبنا العيد. هاي خافت، تحسبنا خايفين. كانت تتهرب من القتال. لا ول، تخيلوا هذا اللي راح يصير. يقول لك ناركونا باعتقاد انه كل شيء راح يغرق وكل الشعب راح يموتون، فونتين راح تختفي وراح تظل بس هي قاعده على عرشها. هاي اللقطه اللي شفناها بالتريلر تذكرون؟ اذا تذكرون بالتريلر طلع انها قاعده بمكان كذا كله ظلام، كان كل شيء غرقان وكان وراها كذا دمار. يقول اسلافهم اخذوا قوه غريبه من البحر، او انها جت من سيليستيا. يقول لك كان في تنين مائي يجي الفونتين، ما كانوا يعرفون وين راح التنين، ولما اختفى بدات تمطر. يحسب ان التنين قاعد يبكي. لو تلاحظون هذا الوحش عليه عنصر ظلام، والترافلر عنده عنصر نور، ضربه بعدين بعنصر النور وانكسر دفاعه مثل ما تشوفون، اللي هو النور والظلام. الوحوش اللي هنا راح يكونوا مختلفين، لازم تضربهم بعنصر معين. ترجع سهم ظلام سهم نور. طب كازو ايش عنده؟ بس شخصيات فونتين عندهم. تضرب الاداء مرتين، اول ضربة تشيل دمج العالي والثانية تشيل دفاعه، لين انت لما تبدل عليها يطلع ظلام والترافلر يطلع نور. طب الشخصيات الثانية، بس شخصيات فونتين قال لانه عندهم لعنة او شيء. واذا ما عندك شخصيات فونتين يعني
يريد 70%. يا حبيبي خير. واو واو واتساب مامن، جبنا سيرة القط وجاي ينط. ايش الشغل بالضبط اللي يسويه بفونتين؟ هل يعقل انه جاي عشان ارلتشين وبما انها اربنجر مثله؟ بانك بوي، والله البوي هذا راح يشقك ثلاث انصاص. بوي بالله يا جلدو. كان يتجاهلوا. خلونا نلعب بالتشالد شوي. يلا كام هير بويز. هاو سوى العلامة تك ضربة واحدة بس. هل يعقل انه التشالد راح يكون الهاربنجر الثاني؟ والله توقعت البنت اللي ماسكة روبوت هي اللي راح تكون موجودة، لانه اصلا في روبوتات في فونتين. ادبهم. ايه واو الفيجن طفت. واو فيزيكال. كاني شفت القاضي كان جالس على واحد من الكراسي. اتوقع هسه راح يبدا. يب ليتس جو. Is making things disappear or appear. The possibilities are endless. السحر اللي يخفي الاشياء او يظهرها. اها وضع مرة غريب. واو ممكن ترفع صوت اللعبة شوي. اوكي دقيقة. But this isn't what you came for. These little tricks, you've seen them all before. Mm-hmm. So it's time for something truly extraordinary. بسوي شيء جديد. This one's a little tricky. Wow. Okay, هاي اللقطة اللي تنط بيها بالماء. I shall make my sister vanish completely. Right before your very eyes. Whoa. هاي اللحظة اللي تختفي بيها صح؟ It's actually quite simple. She'll just turn into air bubbles and float right out of the top. What? Oh no. I told them to check all the props carefully. What? With the lid on, even air can't escape. An amateur magician would be getting very nervous. Whoa. Right around now. Luckily, it's me on stage. So let me show you what a true virtuoso can do. Whoa! هذا المشهد اللي طلع بالكاتسين حرفيا اختفت. Wow. Lynette, are you still there? Don't go too far. We don't want to use up all our magic. Hi, I'm back. Uh-huh. Whoa. Wow. Trick. الانتقال. يب بالضبط. اوكي اختار آية. اص مالك دخل. Almost there now. Swapping two people is harder work than you might think. Even a master magician like me can't guarantee I'll get it right the first time. Hey, wait. Is this the back one? I can't tell. They both look the same inside. Huh? No, that's not it. I'll try again. Seven. Hey, slow down. Honestly. Five. Okay. Oops. That doesn't count. Zero. راح تطلع هي. واو. نايس.
واو والله الكاتسين مرة رهيب. Oh my god! أحا يا عم! Woo! Oh my god! أول مرة أشوف شخصية تموت في جنشن! ما لقوها أبداً! ها شوفوا المتخلفة قاعد تضحك! تقول انه ليني هو المشتبه الاول بالجريمة هاي. وات انا مالي يا لم احنا اشتخلنا احا والله انه هاي يلي راح تخرب فونتين اتهمتنا احنا الاثنين ونحن مساعدين له بالجريمة هاي.